عند التجول في شوارع ومدن ألمانيا، رائحة البلاتزيان الزكية الفواحة والمنتشرة بالتحديد في أسواق الكريسماس ستجذبك بقوة وتشعرك بالبهجة. يعد البلاتزيان من أكثر أنواع الحلويات التي يتم تناولها في فصل الشتاء، ويعد صنعها جزءاً أساسياً من مظاهر الاحتفال بالكريسماس في ألمانيا. تدل كلمة بلاتزيان على الكعك صغير الحجم والمختلف الأشكال، وهو أحد تقاليد مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الأساسية في ألمانيا. ويتكون هذا الطبق اللذيذ من الطحين والبيكنج باودر، ويضاف إليه الكاكاو ومربى الكرز، ويزين بالشوكولاتة الناعمة. ولهذه الحلوى أنواع ومذاق مختلف طبقاً للمحتويات التي تدخل في إعدادها، إذ يجتمع جميع أفراد العائلة والأصدقاء كباراً وصغاراً مرات عديدة حول مائدة واحدة لتحضير وتناول هذه الحلوى اللذيذة والتي يعود تاريخها إلى القرن 19. وتتميز البلاتزيان باختلاف أشكالها والتي غالباً ما ترتبط برموز أعياد الميلاد كشجرة عيد الميلاد أو شكل نجمة أو أجراس عيد الميلاد وغيرها من الأشكال.